بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على واحد الموضوع مهم، وغادي نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي كتوصلني دائما. إذا كما كتقراو في عنوان الفيديو، موعد صرف المستحقات المالية للأساتذة أطر الأكاديميات فوج 2020. إذا اليوم غادي نتكلم لكم على فوقاش غادي يصرفوا المستحقات المالية للأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات فوج 2020. إذا كنقصد الأساتذة والأستاذات اللي باقين ما تخلصوش لحد الساعة. غادي نجاوبكم على مجموعة من الأسئلة، بقوا معايا دائما قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا كما نعلم جميعا أنه عندما يلتحق الأساتذة الجدد بمقرات عملهم لا يستفيدون لا من منحة ولا من مدخول خلال الأشهر الأولى، وبعد أن تشتد الظروف على المعنيين بالأمر يبدأ التساؤل حول مجموعة من التساؤلات سأطرحها بعد قليل. إذا كما كنعرفوا بأن الأساتذة الجدد منين كيتعينوا في المقرات العمل ديالهم ما كيستافدوا لا من منحة ولا من مدخول خلال الأشهر الأولى، يعني شهر 9، شهر 10، شهر 11 إلى غير ذلك. وبعد أن تشتد الظروف على المعنيين بالأمر، يعني منين كتصعب الأمور وكيبدأ بنادم الله يحسن العام كيبقى يسلف يسلف يسلف، كيبدأ يتساءل مع راسه حول متى موعد صرف المستحقات المالية وهل تأخرت فعلا. إذا غنجاوب على هذا التساؤل بمجموعة من النقط المهمة. التساؤل الثاني، هل فقط نحن كأساتذة أطر الأكاديميات من تتأخر الوزارة في تسديد رواتبهم أو مستحقاتهم؟ يعني واش غير احنا أساتذة أطر الأكاديميات اللي كتأخر علينا الوزارة في تسديد ديال المستحقات ديالنا، ولا حتى شحال هادي كان هكا وكان تأخر في تسديد الرواتب والمستحقات؟ حتى هذا السؤال غادي نعرفوا الجواب ديالو بكل دقة. إذا نبدأ أولا بالتساؤل الأول، متى موعد صرف المستحقات المالية وهل تأخرت فعلا؟ إذا موعد صرف المستحقات المالية لا يتم تحديده لأنه متعلق بمجموعة من المتغيرات كالتأشير على ملفك من طرف المالية. إذا الموعد ديال صرف المستحقات الوزارة ما كتحددوش، يعني ما كتقولش ها هو بالضبط فوقاش غادي تشدوا الفلوس ديالكم، ها فوقاش غادي تشدوا الرواتب ديالكم، لا، لانه هذا الامر هذا كيتعلق بمجموعه من المتغيرات بحال التاشير على ملفك من طرف الماليه، هذا الشيء كيتعلق كذلك بالوثائق والمطابقه الى غير ذلك، لانه كنلقاو مثلا مجموعه من الاساتذه كيشدوا المستحقات ديالهم في واحد التاريخ، ومجموعه اخرى مثلا كتبقى واحد شهر ولا شهرين عاد كتشد المستحقات ديالها. كاين اللي كيبقاو له داك المستحقات الماليه عالقه الى الموسم الدراسي المقبل، مفهوم؟ لانه لم يتم التاشير على ملفه بعد من طرف المالي. اذا الشطر الثاني من السؤال، وهل تاخرت فعلا؟ اذا صرف المستحقات لم يتاخر، بل هي مساله جاري بها العمل في وزاره التربيه الوطنيه. اذا هذا الامر هذا جاري به العمل في وزاره التربيه الوطنيه، انها كتصرف المستحقات متاخره شيئا ما، وهذا الامر هذا ماشي جديد. اذا هي مساله عاديه وجاري بها العمل. السؤال الثاني، هل نحن كأساتذة أطر الأكاديميات من تتأخر الوزارة في تسديد مستحقاتهم؟ واش غير حنا كأساتذة أطر الأكاديميات اللي كتأخر علينا الوزارة في تسديد ديال المستحقات؟ إذا لا يتعلق الأمر بالأساتذة أطر الأكاديميات أو أساتذة الوزارة، بل بالتأشير عن الملفات، بحيث أن الأساتذة القدماء هم أيضا تأخرت الوزارة في تسديد رواتبهم. إذا الأمر ما كيتعلقش بأساتذة أطر الأكاديميات ولا أساتذة الوزارة، بل بالتأشير عن الملفات، بحيث أن حتى الأساتذة القدماء المرسمون أيضا تأخرت الوزارة عليهم في التسديد ديال الرواتب، مفهوم؟ إذا بالنسبة لعملية صرف المستحقات المالية فتتم في الغالب بداية شهر فبراير. إذا في غالب الأحيان ولا دائما كيتم تسوية المستحقات المالية والرواتب ديال الأساتذة والأستاذات في شهر فبراير من كل عام. في بعض الأحيان كيتم تسديد المستحقات المالية عبر أشطر، مثلا واحد الشطر ديال الأساتذة كيتخلص مثلا في بداية فبراير، كاين شطر آخر مثلا ممكن يتخلص حتى الأخر ديال فبراير، كاين اللي غيتخلص حتى الأول ديال مارس، مفهوم؟ إذا هادشي اللي كاين، وبصحتكم وراحتكم وخصكم تقسموا معنا. الله يسهل عليكم، وفي الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسداد. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تدعوكم لدعمها والاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس لكي تصلكم الفيديوهات التي أقدم. إذا
كما كنقول دائما، سواء كنت أستاذا أو أستاذة، طالبا أو طالبة تحضر لمباراة التعليم، تلميذا أو تلميذة تبحث عن دروس الدعم، مرحبا بكم في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.